وإلى متابعة أخبار قطاع الناشئين، حيث وجه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق 2005 المشاركة في بطولة دبي الدولية للناشئين الشكر لميشيل سلجادو منظم البطولة ومدير المدرسة الإسبانية لبراعم كرة القدم بدبي. وقال مرتجي إن سلجادو أبدى سعادته بمشاركة الأهلي وتلبيته للدعوة، وأنه كان حريصا على تواجد الأهلي بجوار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وغيرها من الفرق العالمية من أجل إثراء البطولة نظرا لسمعة الأهلي ومكانته الكبيرة على الصعيدين العربي والإفريقي. قال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي أن مشاركة الأهلي في النسخة الحالية لبطولة دبي للناشئين مكسب كبير، وأن تواجد الأهلي على أرض الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص محل تقدير وترحيب من الجميع، وأنه يتطلع لمزيد من مشاركات الأهلي في البطولات التي تنظمها الإمارات في مختلف المجالات والأنشطة الرياضية. وأوضح حارب أن هناك علاقات وطيدة تربطه مع الكابتن الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وأنهما على تواصل مستمر، وأن الأهلي في دبي لا يحتاج إلى ترحيب به لأنه في وطنه وبين أشقائه، مؤكدا أن الأهلي دائما وجهة مشرفة للنصر، ومشاركته على أي مستوى وفي أي بطولة تنظمها الإمارات يثريها رياضيا. أكد الدكتور عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي رضاه عن مشاركة فريق براعم كرة القدم مواليد 2005 في البطولة الدولية في دبي تحت 13 سنة. وأوضح مدير قطاع الناشئين أن بطولة دبي أبرزت أكثر من موهبة في فريق 2005 قادرة على تمثيل الأهلي في السنوات المقبلة، وهذا هو الهدف الأساسي من مشاركات البراعم في البطولات الخارجية. وأكد أبو المجد أن سفر اللاعبين في سن صغيرة ومواجهتهم لفرق أجنبية يعمل على إزالة الرهبة لديهم في المباريات ويجعلهم يمتلكون شخصية قوية داخل المستطيل الأخضر.